يعني احنا كنا نلعب الساعة 10 جاءت لحنا القذيفة من هناك. يعني احنا انا كنت هنا اجيت عدني بمشي، كنت العب انا والابن هناك، اجيت عدني بمشي لهنا ما درت لقى نفسي اليوم الثاني بالمستشفى. اقول لابي يا ابا وانا رجلي، اجيت بمسك رجلي، اجيت بمسك رجلي، قلت يا ابا وانا رجلي بقم. يقول لي يا بنتي امس انت تعورتي. قلت له ام بقيت بدون رجل؟ قام يقول لي الحمد لله، بس احنا شنو نكون معك ان شاء الله. يعني ابي كنت انا مسكيش اجزاء ولا حاجه، ابي كان يكلمني ما فيش حاجه اسمها مستحيل وهذا، ونصبطها براسي ما فيش حاجه اسمها مستحيل. ان شاء الله بخلص دراستي والتعليم حقي، رغم انني لما تعورت ضيعت سنه، بس المهم بخلص الدراسه حقي. يعني انا احلم ان اصير محاميه عشان اكون ادافع عن حقوق الاطفال وعن كل شيء. وبس انا عندي رساله للمنظمات الدوليه والحقوقيه، لماذا لا تنظرون لاطفال تعز؟ فلماذا كل هذه التجاهلات؟ ألسنا بشر عندكم؟ انقذونا من قذائف وقناصات الغام الحوثي التي تهددنا دائما حتى هذه اللحظه. الغذاء اللي مثل القمح، القمح هذا في معانا منظمات يعني بثلاث شهور تجي تدي لك حصه لبعض الاسر، وبعض المنظمات لم تستهدف هذه الفئه، لم تستهدف هذه الفئه اطلاقا، حتى بالرغم انه كل هذا والمدينه السكنيه تحت خط النار، مش انه المدينه السكنيه اني بالمدينه او بالمركزيه، المدينه السكنيه تحت خط النار، لم يدخل لها شيء. وحتى المنظمات لم تستهدف المدينه السكنيه ضمن خطط الاستجابه الانسانيه مثل الدعم المادي والدعم الغذائي والدعم الصحي كبقيه المناطق الاخرى بالمدينه.